مرحبا برج الجدي، أهلا فيكم في قراءة منتصف شهر إلى نهايته. هالقراءة بقسمها إلى قسمين. أول شيء نبتدي الجانب العمل اللي يخص الأموال، البزنس والمشاريع، وبعدين ننتقل إلى أسلوب إلى القراءة العاطفية بأسلوب المرايا. مثل ما تعرفون القراءة دائما تكون حق الطالع الشمسي والقمري وأي من الكواكب موجودة عندكم في برج الجدي، بس اللي يشوف القراءة لازم هو اللي يحدد إذا تنطبق عليه ولا لا. أول شيء نبتدي في الجانب اللي يخص الأموال والمشاريع، نشوف تطوراتك يا برج الجدي إلى الأسبوعين القادمين. خمسة السيوف تحت، اثنين هم الكرتين من الميجر أركانز، من الكرتات الرئيسية في التارو، كرت برج القوس، كرت برج الحوت. أحس هنا يا برج الجدي لازم أكون صريحة معاك، في شخص في أسوسيشن عندك على مستوى الحياة أو على مستوى البزنس أو زمالة العمل، أوكي؟ في شخص هني قاعد يحاول يستنزفك ونجح في استنزافك من فترة طويلة، أوكي؟ علاقتك معه تستنزفك، ترجعك وراء. للأسف أحس هني في ديناميكية علاقة دائما في شخص يكون هو اللي يربح وشخص ثاني يكون هو اللي يخسر. لفترة طويلة يا برج الجدي أحسك أنت اللي كنت مكبر راسك، تتجنب المواجهة، تتجنب أن تقول كلمة لا هني، أوكي؟ جوابك كان دائما نعم لهذا الشخص. ممكن يكون مجموعة أشخاص معك في العمل، أوكي؟ أو في محيط تجارتك الخاصة، في محيط أهلك، وهذا الموضوع يخص الورث. فترة طويلة لأن التمبرنس اسلوب ديناميكية انت متعود عليها ولكن مش صحية لك، اوكي؟ للأسف احس ايضا ان هذا الشخص تقدم على حسابك الخاص ماليا، ماليا كان يغتنم الفرص وانت كنت مشغول في تحقيق شروطه، مطالبه، توقعاته. مثلا هاي النوعية من الاشخاص اللي يقول لكم قبل 20 سنة، 30، 40 سنة، أول ما ابتدوا يدخلون البنات على المدارس كان وقت يعني شوي صعب، فالكثير من الأهل، الأبناء العموم والعموم، كانوا يخبرون بعضهم البعض أن هذا الشيء غلط، أن البنت الفتاة تذهب إلى المدرسة، في شيء غلط هذا الشخص قاعد يسوي خارج عن الأعراف والتقاليد، ولكن حلال اللي أنت قاعد تسوي أو اللي بتسويه حلال، توقعات المجتمع. فأخبروا هني بعضهم البعض أن إحنا نتفق أن ما راح نرسل بناتنا إلى المدارس، المدارس راح يكون بداية فساد الجيل. هذه كانت أفكارهم وقتها. اللي صار أن فعلا في أحد الإخوان، الإخوة، صدق هذا الكلام وما أرسل بناتها للمدارس اللي كان المفروض يروحون. اكتشف عقب فترة أن أخوه المقرب اللي قال له هذه النوعية من الكلام كان أول شخص سجل بناته في المدارس، وحرص في ذاك الوقت كان جدا صعب يكملون حتى المرحلة الابتدائية، حرص هذا الشخص أو هذا الأخ اللي شوي متلاعب، عنده طاقة التلاعب، عنده طاقة الحكم على الآخرين، عنده طاقة حلال علينا حرام عليكم. هذا الشخص أيضا نجح في هذاك الزمن أنه يوصل بناته إلى المرحلة الجامعية. شوفوا، كانوا الفتيات يحلمون بأن على الأقل يخلصون الابتدائية، وصلوا للجامعة. عندك هذا النوع من الطاقة ممكن تلعب فيها على أي وتر، وتر البزنس، وتر الوظيفة اللي أنت فيها. في شخص يقول لك لا 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 يا برج الحوت، ما يصير تتأخر 5 دقائق عن الدوام، ما يصير تتأخر، ما يصير تناقش المدير في هذا المشروع، ولكن هو يستغل وجهة نظرك، يأخذها وينقلها للإدارة، والإدارة يقولون عنه هو شاطر مثلا. ستة السيوف، ما تقدر تغير الماضي، ما تقدر تغير الماضي. عدم حراكك، موافقتك، احنا نقول ساكت عن الحق شيطان أخرس، موافقتك وإن كانت بالإيماء في الفترة السابقة هذه كانت تعتبر وتعتبر لحد الآن موافقة قانونية، انت كنت موافق، ما تقدر تواجه. لا تدخل في طاقة أريد أن أرجع حقي من الماضي، خلص من الماضي، سكر عليه الأبواب، اللي صار صار،
خل تطلعاتك هني دائما إلى المستقبل. المستقبل، المستقبل هني تقدر ترسم فيه طاقة، صحيح أنا غلط، صحيح أنا قصرت وفي حق نفسي، ولكن الحين لأ، الحين لأ ما راح أتنازل، الحين لأ ما راح أغلط نفس الغلطة، متنازل حتى، الحين لأ ما راح أسمع نصيحة هذا الشخص اللي يوم من الأيام اكتشفت إنه هو وصل المعالي على حسابي. آخر كرت، عشرة الأخصام. الأشخاص راح يكون صعب في البداية، راح تكون في صعوبات، استقلالك عن هذه المجموعة من الأشخاص اللي دائما يحكمون عليك يمنعونك إن أنت تعبر عن كل قدراتك، تعبر عن قوتك، تعبر عن حقيقتك. أوكي، الأشخاص اللي يقولون لك لا وحرام وعيب وما يصير، مثلا هاي نوعية من الأشخاص يقول لك الزبون ما راح يدفع أكثر من كذا كذا لهذه البضاعة، تروح تشوفهم أهما عرضوا البضاعة بأضعاف القيمة اللي نصحوك فيها ومشت بضاعتهم. أوكي، عشرة الأخصان، انفصالك عنهم ما راح يكون سهل، أنت في مرحلة مخاط صعب للأمانة برج الجدي. عمليا هني كأنما في أشخاص قبيلتك اللي في العمل، اللي في الدراسة، اللي في البزنس، المحيطين فيك، كنت في بيئة سيئة ولكن أنت في مرحلة مخاض، طالع لتلاقي أشخاص أفضل منهم. وللأمانة لازم أقول لك هذه النصيحة، أنت ما تحتاجهم، أنت كنت تصاحبهم خوفا من الوحدة، كنت توافق على طلباتهم خوفا أن مثلا إذا كانوا أهلك ما راح يظلون يتقبلونك، ما راح تظل المحبب عندهم. دائما برج الجدي يحب انه يخدم الاخرين، يكون ذا قيمة لشخص ثاني، يسخر نفسه من اجل شخص ثاني، يحب هذه الطاقة. بس لا تعتقد ان اذا انت رحلت راح يستبدلونك، ما في طاقة استبدال، ما في، انت راح يكون صعب عليك الانتقال الى هذه المرحلة بروحك. اوكي، بدون قبيلة، بدون الجروب الداعمين اللي دائما يدعمونك سواء في الصح سواء في الغلط، ما راح، انت راح تلاقي شوية صعوبات، ولكن هم اللي راح يخسرون على المدى الطويل. يعني مثلا هني نرجع لسياسة البزنس او الاموال، شفنا الطاقة شلون نطبقها. الطاقة تقول حتى لو مثلا قالوا لك انت عارف، انت اللي تعرف حقيقة او المنطق، اسمع الى المنطق، انت يحكمك كوكب ساترن، ساترن هو كوكب المنطق والذكاء والعقل، انت اذا تحس ان في سعر منطقي انت طلبته كدخل لك، اوكي، او طلبته لان انت تاجر وهذا سعر بضاعتك، هذا سعر خدمتك، لا تخلي الاخرين في الفترة القادمة، ان كانوا زباين، ان كانوا منافسين، ان كانوا زملاء عمل، مين ما كانوا، ان كانوا حتى موظفين عندك، لا تخليهم يأثرون بسهولة وخلونك تغير رايك. احس هذين الاشخاص انت ثابت اي، ولكن هذين الاشخاص عندهم نوع من طاقة المياه، التلاعب، ممكن تكون تتعامل مع عقرب، حوت، سرطان، دائما شاطرين يخلونك تفكر ان هذا الموضوع فكرتك ولكن تنفذ بطريقتهم. اوكي، فهذا التحذير في الفترة القادمة في الحياة العملية. وراح اسحب لك هني ايضا كرت، نشوف النصيحة الاخيرة. اوكي، author، الكاتب او الروائي، شوف الصورة برج الجدي، من اللي يوقع يقول لك you have a book inside of you that wishes to be expressed, make the time to write it. انت مستصعب شيء هو سهل، انت مستصعب شيء هو من حقك، انت مستصعب شيء الاخرين قالوا لك لا مستحيل ما يصير، وفي هاي الاثناء هم حققوا اللي قالوا لك اياه ما يصير. حان الوقت لإعادة كتاب مو الماضي، انا حذرتك من البداية لا تدخل في طاقة ابي ارجع حقي اللي ضاع في الماضي، لا،
الحاضر ولا حتى المستقبل. المستقبل إذا فكرت فيه وايد راح تدخل في طاقة تعب ثقل. الحاضر، خل تركيزك في الحاضر، هذا اللي قاعد أشوفه لك. اكتب وركز في تفاصيل الحاضر، أسعارك، طريقة تقييمك أنت لنفسك. أوكي، لما تشوف شيء تعرف أنه راح يحسن حياتك الشخصية وحياة اللي موجودين معاك في العمل. أوكي، لما تشوف أنه مثلا لو نفرض أن هذا الموضوع ورث بالنسبة لك، الأشخاص اللي قائمين على الورث الأخوان بالعادة ممكن يكونون الذكور، قاعدين يتضاربون، قاعدين يتناحرون، والكل قاعد يخسر. أنت عندك طريقة أفضل عشان تحل الأمور والكل يستفيد، ولكن محتاج أنك تعبر. الكتابة هي نوع من أنواع التعبير، مو تتهاوش، مو تتجادل، ومو تواجه، لا، تعبر. تعبر، لأن أحس على الطرف الثاني من الانتقال راح يلاقونك أشخاص قبيلة. لما أقول قبيلة فهم راح يكونون أشخاص يتعاملون معك في هذا المجال كزبائن، كزملاء عمل، كحتى بعض الورثة راح يأخذون جانبك أنت بعد فترة ويشجعونك أنت، يتفقون معك أنت، يقفون ورائك أنت. ليش أقول يقفون ورائك أنت؟ تشوف اللي قاعد يكتب يأتيه إلهام من الملاك. لا تستند على أي رأي غير رأيك في الفترة القادمة، ولا أي منطق ولا أي حدس. ليش أقول حدس في الفترة القادمة؟ إلا حدسك أنت. عندك هني شخص ممكن يكون برج القوس، برج الحوت، أي برج ثاني ممكن يكون طالعة في القوس والحوت. ما نقدر نعرف كل التفاصيل تبع الأبراج مالتهم، ولكن نقدر نتأكد من أن هذا الشخص، لأنها ذكرت برج الحوت، كان يتبع معاك سياسة تشكيكك في نفسك، يشككك في نفسك، يشككك في خطواتك القادمة، يخليك تخاف وما تأخذ أي خطوة، ويأخذ الفكرة الجميلة الذهبية اللي أنت فكرت فيها ويروح هو ينفذها. أوكي، أحرصنا في الفترة القادمة أنت تكون الكاتب، أنت تكون المنفذ لأفكارك الخاصة. هذا اللي أبي أقوله لك. والحين ننتقل إلى القراءة العاطفية بأسلوب المرايا. ممكن تكون جدا عكسية هذا الجانب أو هذا الجانب، عندنا جانبين. خذ الجانب اللي تحسه ينطبق على وضعك مع الشريك أكثر. خلينا نشوف. بسم الله، أول جانب راح يكون جانب برج الجدي. ثلاثة الأغصان، في شخص، هذا الشخص مشاكس، قاعدة أحس إنه هو مشاكس، ما يلتقي معاك يلتقي مع غيرك، صعب معاك سهل مع غيرك، غير متوفر معاك متوفر لغيرك. ولكن هل لأنه هو ظالم أو لأنه هو مظلوم؟ أنت اللي تقدر تجاوب على هاي السؤال. رح يكون في نوع من مو التقاء، اكتشاف، تكتشف أن أنت ذهبت إلى نفس الدولة اللي هو كان موجود فيها قبل أسبوع. التقاء، ذهبت إلى نفس المكان بس ما صار التقاء. كنتوا موجودين في نفس في نفس الاجتماع بس ما صار في التقاء، في نفس بس ما في التقاء. لحد الآن في بعد مسافات بينك وبين هذا الشخص. كرت اللي بعده ثلاثة الأغصان، مشغول جدا بوقته هذا الشخص في الاحتفال مع الآخرين، البحث عن الصيد القادم، دائما يصيد صيد هني، إما أنت إما أهو. أحس إن أهو هذا أهو شريكك صاير في وضعية الصياد. من شخص لشخص، من جائزة لجائزة، يعتبر الأشخاص مثل المقبلات، مثل الحلاوة، مثل الجائزة، واحد لثاني، من ثاني لثالث، داخل في وضعية عدم الالتزام. ولكن ولكن مع كل طاقة في ولكن، ولكن لحد الآن معك أنت عمقا عميقا عنده رغبة في الالتزام. وإن كان يكابر، عندنا شخص يكابر قاعد يشغل نفسه بالعلاقات المؤقتة العابرة السريعة عشان ما ينظر إلى حقيقة واقعة، ألا وهو أن
يفتقدك، يشتاق إليك. أوكي، صار في بينكم خلاف، صار في بينكم ابتعاد، قاعد يعتمد على الإلهاءات. أوكي، آخر كارت لهذا الطرف، كأنما أنت أيضا تنتظر رجوعه، ترى أنت تنتظر منه خطوة، أنت اللي تنتظر أحسك برج الجدي. هذا الكرت، طاحوا كرتين بس أنا باخذ بس واحد منهم. أوكي، في أحد عندنا هني يتجسس، من اللي كان يتجسس أصبح ما يتجسس، أصبح العكس الحين، أنت اللي تعرف من اللي كان يتجسس. عندك هني شخص يتجسس عليك في السوشيال ميديا، يدخل على رقمك، يفكر انه يكتب رسالة وبعدين يتراجع يمسح كل الرسالة، يفتح التلفون ينظر الى رقمك، ينظر الى الصورة اللي حاطنها انت في الواتساب، وبعدين يسكر مرة ثانية. اوكي، لحد الان لان امله ما انقطع، وان كان عايش في طاقة المراهق اللعوب حاليا، ولكن ما قطع الامل منك. لحد الآن عنده أمنية إنه يرد يرجع فيكم الوقت. هنا مو قلت لكم عندنا ابتعاد، نصير في نفس المكان بس ما نلتقي، عنده أمل إنه يوم من الأيام تلتقون. هذا الطرف، خلينا نشوف طاقة الطرف الثاني. عندنا هني طاقة الأبراج النارية، أسد، حمل، قوس. أحس أكثر شيء قوس. اوكي، الابراج الهوائيه، ميزان، دلو، ممكن يكون جوزاء، دلو اكثر شيء او ميزان. خلينا نشوف الطرف الثاني، فارس الارض. ان طلعت عنده كرت برج الجوزاء، السيفين ولكن معكوس. اوكي، الكوب الاول، من اللي اصبح مستعد انه يتحدث عن مشاعره؟ شوف، لما أشوف كوب مدعم بطاقة أرض هني، معناته عندنا شخص كان غير مستعد أن يتحدث عن مشاعره، أو كان يتحدث عن مشاعره. عندنا شخص، نعم، مستوى الحب عنده من البداية كان قوي، ولكن ما كان يدعمه بأفعال، كانت الأفعال في صوب والكلام في صوب، ما يجتمعون مع بعض. اوكي، يقول لك يحبك ويقصد فعلا انه يحبك، او يعطيك ايحاءات انه يحبك. هني ممكن يكون ايضا ايحاءات، تلميحات، ولكن افعاله تقول انه يستطيع في اي لحظه انه يتخلى عنك. ما كان في اجتماع لا جسديا لا حتى هو في طاقه هذا الشخص نفسه. شنو اللي راح يصير في الفتره القادمه؟ احس انه راح يكون في اجتماع، لان كرت الافتراق طلع معكوس. برج الجدي، احس في شخص، اول هذا الشخص اول محادثة لك معه لازم تكون بخصوص، اول شيء بيتكلم عن المشاعر، بيستغرق هو في طاقة المشاعر، طاقة العتاب، طاقة الحب، مو مشكلة، على طول لازم ندخل في طاقة شنو المطلوب منه بالضبط، شلون محتاج يفهم منك هذا الشخص، عنده طاقة عدم نضوج، عدم فهم. اوكي، ما قادر يفهم، احسه متعود على نوعية اخرى من الاشخاص، لدرجة انه لما التقى فيك حس بالحب ولكن ما قدر يفهم شنو المطلوب منه. كان يفكر نفسه انه هو يتصرف على احسن ما يرام. اوكي، تصرفاته حلوة، تصرفاته مقبولة، بس ما كان مستوعب تأثير وحقيقة تصرفاته عليك، نوع من الأنانية لما التقيت فيه. هني تجهيز قائمة الطلبات عزيزي برج الجدي، هذا الإنسان محتاج تربيه في الحب، تعلمه، ما أخذ فكرة غلط عن الحب، ما أخذ فكرة غلط عن العلاقة، محتاج تربيه في الحب من جد وجديد، تبني معاه من جد وجديد، مثل الطفل الصغير اللي تونا نعلمه يعتمد على نفسه. هذه الطاقة، وإن كان سنه كبير ما يخص، بتقول لي عمره 30 40 50، في الحب ما عنده اي نوع من الفهم، فهم الحب بطريقة غير صحية او العلاقة نفسها. فانت هني على طول تتخلى، توضح له، مو طلبات، لا، توضح له شنو المطلوب منه، كيف يتصرف الشخص اللي يحب،
الخيارات، يمكن كان عنده خيارات ثانية، وكان وقتها رافض أنه يقوم باختيارك أنت أو الطرف الثاني، رافض أنه يختار، يريد أن يخلي الوضع معلق بينكم. أوكي، بس هذا في الماضي، طلع من هذه الطاقة، صار أكثر استعدادا. لحد الآن خطواته غير واثقة، ثابتة ولكن غير واثقة. افهموا كلامي بدقة، عنده ثبات، هذا طاقة أرض، ولكن ما عنده ثقة لأنه مش فاهم كيف لازم. كأنما العلاقة كذا مرة ندخل في دوامة وتوقف عند نفس الحد، ما تتطور أكثر، تنتهي العلاقة، يصير الزعل، وهو يظل مو فاهم ليش صار هذا الشيء. الطاقة أو 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 رح يحتاجك هذا الشخص في الفترة القادمة إن أنت توضح له ما هو متوقع منه. عزيزي.